سياسا الى جميع الاخوات والاخوه في هذه الجهه، جهه الحسيمه، تونات كرسي الحال ومناضله. تحيه الى كل اعضاء المتعاطفين بعد الكميه، شبه بعد الكميه الحضور الذين شرفوني بالدعوه لهذا اللقاء التواصل معكم. واقول بدايه هنيئا لنا ببلدنا، هنيئا لنا ببلدنا وبوطننا، وقد يكون خطابي اليوم مختلف عن الخطاب الاخرى. نريد ان نخاطب فيكم عقلكم لكي تكون هناك نوع من الصراحه فيما بيننا حول مسار هذا الوطن العزيز، حول آمال هذا الشعب الكريم، حول بناء وإصلاح هذه الدولة العظيمة التي لها تاريخ طويل ولم تأتي نتيجة استعمار ولا نتيجة طفرة كما يحصل الآن في كثير من البلدان. أقول هنيئا لوطننا هذا النموذج الذي استطعنا أن نصنعه جميعا. أيها الإخوة والأخوات، أريد منكم أن تستوعبوا معي جيدا ما يحدث اليوم في العالم كله، وما يحدث اليوم في الأمة العربية والإسلامية، وما يحدث اليوم في إفريقيا، ولماذا المغرب اليوم ينظر له هذه النظرة، نظرة إعجاب وتقدير للمسار الذي يسلكه هذا البلد العظيم. بقيادة جلالة الملك نصره الله وبتضافر جهود القوى السياسية والاجتماعية والتي استطاعت الحمد لله أن تقدم للعالم كما قلت هذا النموذج الرائع. العالم اليوم أيها الإخوة والأخوات، وستفهمون لماذا قلت هنيئا لنا قبل أن أنتقل لكي أهنئ أنفسنا بحزب عدد المياه وجبلته الرائدة التي نفتخر نفخر بها ونعتز بها، وهي التي ستريد هذا المشروع إن شاء الله بعد حين. نريد أن نبدأ بالحديث عن الوطن. اليوم لا شك أنكم تتابعون الأخبار، وربما رجعت ما يسمى بالحرب الباردة، وأنا أعتقد ستكون حرب ساخنة بين الغرب من جهة والاتحاد السوفيتي وروسيا من جهة أخرى، ونحن سنكون ضحايا هذا الصراع. سوريا نموذجا يجربون فيها هذا الصراع بين الطرفين، ويجربون فيها كل أنواع القتل وكل أنواع الدمار. العالم منذ عقد ونصف أو قل منذ عقدين، عندما عبرت أمريكا أنها انتصرت على محور الشر الذي كان يمثله الاتحاد السوفيتي، كانوا يتحدثون عن أن العالم سيلقى قاعدة جديدة ونظام عالمي جديد. وأنا أريد من الإخوان أنهم يتبعوا معي لأن هذا الشيء مرتبط بالسياق اللي احنا فيه اليوم في المغرب، والدور اللي كتقوم به طبيعة الحال الحكومة، والدور اللي كيقوم به حزب العدالة والتنمية. لقد بشروا آنذاك بالسلام وبالرفاهية وبالديمقراطية. عندما ترجعون إلى كل ما كتب وإلى كل ما قيل على ان العالم بعد انتهاء محور الشر الذي يقوده الاتحاد السوفيتي، وعندما انطلقوا بعد ذلك لمحاربه ما يسمى بالارهاب، بشروا بالسلام والرفاهيه والديمقراطيه. بعد 20 سنه، بعد 10 سنوات، العالم لا يعرف السلام، بل تزداد الحروب فيه. دول تتقطع اوصالها، دول تعيش كل انواع الحروب التي لا تخطر على البال. رجعنا الان الى الدخولات العسكريه المباشره، اوكرانيا ممنهجه، رجعنا الان الى حروب تستعمل فيها كل انواع الاسلحه بما فيها الاسلحه البيولوجيه والكيماويه وغيرها. فاذا كل ما بشر به من سبب العالم الذي يتحرك، كنت لاحظنا اليوم ما يقع في افريقيا وما يقع حتى في اوروبا وما يقع الان في كثير من الدول وفي كثير من المناطق. بشروا بالرفاهية بمعنى آخر أن خيرات العالم
الإنسان سينعم بهذا التقدم الحضاري والتقدم التكنولوجي والتقدم الصناعي والتقدم، وسيصل هذا الخير، هذا التقدم الخيري سيصل إلى كل إنسان في العالم. بعد 20 سنة و10 سنوات الفقر يزداد في العالم، تسكن جهور آخر، الأمراض تزداد فتكا في العالم، ليس فقط على مستوى إفريقيا وبعض في إفريقيا ولا آسيا، بل الجوع يزداد في العالم حتى لدرجة أنه الإحصاء ينتقل أنه ما ينفق على الكلاب في أوروبا يكفي لعشرات الملايين ومئات الملايين في إفريقيا وفي آسيا. ولاحقا ما يعرفون العالم اليوم من هوة بين الأغنياء والفقراء ومن ازدياد الفقر والأمراض والجوع والكوارث الاجتماعية لم يكونوا يعرفون العالم من قبل، لم يكونوا يعرفون العالم من قبل. بشروا بالديمقراطية ووثق فيها الناس، وبدأت كثير من الشعوب تحن إلى الديمقراطية قبل ما ينسمى بالربيع العربي. كان هناك ربيع في أمريكا اللاتينية، كثير من الدول انسلبت من نهج الديمقراطية، منها البرازيل المنتجة، ومنها بعض الدول في آسيا، يعني كثير من الدول في آسيا، ومنها تركيا، آسيا وأوروبا منها تركيا المنتجة، يعني وبعض الدول حتى في إفريقيا. وتصور العالم بأننا دخلنا عصر الديمقراطية وبدأت تنتقل، يعني وقع ما وقع في أوروبا الشرقية، يعني أن الديمقراطية ثم بدأ ينتقل إلى ذلك إلى أن وصل إلى الدول العربية والدول الإسلامية وسموها الربيع العالمي. اليوم يقع الردع عن هذه الديمقراطيات، محاولات حثيثة لكي تضم البرازيل، وأنا أخاطب مرة أخرى فيكم عقلكم، هل يعقل وهل يتصور أن البرازيل التي تعبد بين قوسين كرة القدم أن يخرج أبناؤها في مظاهرات ضد كرة القدم؟ لأن شيئا ما في الكواليس سقط ضد البرازيل، الدولة الديمقراطية، الدولة التي استطاع فيها أبناؤها أن يجعلوا منها من دولة فقيرة إلى دولة الآن تغزو العالم بصناعتها، فإذا بها يتحرك الناس في الشارع ضد ما ينفق على كرة القدم، وهي الدولة التي تعمل كرة القدم وهي مرجع في كرة القدم. وانتقل ذلك إلى أكثر من دولة، إلى أن كانت هناك محاولات حتى في تركيا للانقلاب على الديمقراطية في تركيا، وهذه تركيا التي أصبحت الآن